الحقيقة أنه المشاعر التي تسيطر على النفس في هذا الحدث التاريخي تمثل أكثر من زاوية. أولا، وإن كنا نهني النقيب أو نثني على دوره البارز في حماية النقابة والزود عنها وتحمله هذه المشاق وهذه المخاطر وهذه الادعاءات، كل هذه الأمور حقيقة بنعتز أن يجري هذا الأمر في تاريخ أو في زمن معاصر لهذا المجلس، فهذا المجلس له أن يفخر قبل غيره من المجالس بأنه بالتزامه في الدفاع عن نقابة المحامين قد اتخذ مسارا مغاير للفهم الذي كان من قبل لمفهوم العمل النقابي. كثير من الزملاء كان يظن أن العمل النقابي، بنتحدث عما يمكن أن يكون لهذا المجلس من فخر بهذه المناسبة التي ظهرت فيها دلالة انحيازه لنقابة المحامين بقيادة النقيب وبما يمكن أن يعتبر تصحيح للمفهوم الذي كان موجودا من قبل، أن مفهوم العمل النقابي كان عند كثير من الزملاء أنه مهمة النقابي أن يكسر القاعدة، أن يستثني، أن يجامل، أن يخرج على الضوابط التي يفرضها القانون ويفرضها العرف النقابي. إلا أنه هذا المجلس تحمل معاناة ربما لا تقل عن هذه الدعوة فيما واجهنا به كثير من راغبي التخلي عن هذه الضوابط وهذه القواعد. إلا أنه الأستاذ النقيب في مقدمة هذا المجلس انحاز إلى النقابة، رفع لواء الالتزام بالقانون والدفاع عن المبادئ التي تحمي النقابة، وهذه أمور حقيقة تجعلنا ننظر إلى ما بعد هذا الحكم. هذا حكم نحتفل به ونسعد بصدوره، إلا أننا ينبغي أن نعول عليه في تصحيح هذه المفاهيم وفي ترويج ثقافة الدفاع عن النقابة والانحياز إلى صفها أيا كانت التبعات وأيا كانت المخاطر. إلا أن مدونات هذا الحكم يجب أن تكون ماثلة أمامنا، لأننا بصدد كثير من القواعد التي تهمنا في هذا الشأن. عدم قبول هذه الدعوة قد يكون لأكثر من وجه قانوني، فهذه دعوة تفتقر إلى أسباب قبولها من أكثر من زاوية، من زاوية حصانة النقيب، من زاوية الطريقة التي تحرك بها الدعوة، من زاوية الاختصاص. يعني أنا أعتقد حضراتكم يعني أعلم مني بما يمكن أن يصار من دفوع حول قبول هذه الدعوة، إلا أن مدونات هذا الحكم سوف نتخذها وثيقة تضاف إلى ضمانات الحرص والدفاع عن قرارات مجلس النقابة وعن مفهوم تفسير القانون داخل هذه المؤسسة التاريخية. فمدونات الحكم جزء لا يتجزأ من ضرورات الاحتفاء والاحتفال بهذا الحكم. هناك زاوية أخرى، ما كشفته اليقظة عند الزملاء وحماستهم في الدفاع عن نقابتهم ونقيبهم، هذه الدلالة بالحضور التلقائي الذي كانت هناك كثير جدا من محاولات الإثناء عنه، حتى مش بس ما حرضناش الناس على الحضور المكثف واكتفينا بالترحيب بهذا دون أن يكون هناك حس على الحضور، وكان يمكن أن يكون هذا العدد مضاعفا، لكن الحقيقة أن الذين لم يحضروا لم تتخلف لديهم في نفوسهم حماسة الدفاع عن النقاب وعن النقيب ورغبتهم في صدور هذا الحكم. إن القضاء بعدم القبول يعني في ذاته ردا للاعتبار في حق من أصدر حكم أول درجة، لأن ذلك الحكم يكشف عن جهالة في من قبلها وعن من غمت عليه أسباب عدم القبول، وهي أمور قانونية لا مجال للمنازعة ولا المجادلة فيها، لأنها ليست تقديرية وليست متعلقة بالثبوت وانتفاء، ولكن دي دلالة على أن من أصدر الحكم قد أدان نفسه حينما أصدر هذا الحكم، وجاء الحكم الاستئنافي ليؤكد هذه الإدانة ويؤكد أنه يجهل القانون ويقبل ما لا يقبل. الأمر الذي يتعلق بالإدارة القانونية وضعفها كما أشار الأستاذ مجدي سخي، الحقيقة أنه هذا الأمر مزمن وقديم التناول في مجلس النقابة، لكن الحقيقة أنه الوسائل كلها
دائما تنتهي بأنه يتخذ في شأنها قرار وتشكل لأجلها لجان ويخصص الأمر ببعض الأعضاء ويناط ببعض الموظفين، ثم يعود الأمر إلى مكان وتعاني النقابة من نقابة المحامين تعاني من غياب دور الدفاع عن قضاياه. أمر بقدر ما فيه من غرابة، لأنه الحقيقة محزن وليس ببعيد علينا إمكان معالجة هذا الأمر. إذا كانت في أي لجان أو أي حد هينط بهذا الأمر هيبقى مطالب في كل انعقاد مجلس أنه يقدم لنا ما يشبه أجندة بما دار في الدعاوى المتداولة، ما صدر فيها من أحكام، ما صدرت فيها من قرارات، ما تطالب به النقابة من 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 تدليل وإثبات. كل هذه الأمور ينبغي أن يكون يحط بها المجلس علما. فالمسألة مش مسألة أنه له كافة صلاحيات أو له كافة السلطات، لا، هو عليه واجب إطلاع المجلس، هو عين المجلس على هذه الدعاوى، هو يتخصص فيها بحسبان أن ذلك الأمر مهم لمجلس النقابة، ضروري حتى فيما يسألنا به الزملاء عن بعض الدعاوى التي تنشر إعلاميا نبقى خلين الذهن عنها، مسألة أعتقد أنها في حق المجلس لا تليق. فاللجنة اللي هتشكل أو المجموعة من مجلس النقابة اللي هينط بهذا الأمر هتكون مطالبة بهذا، وينبغي أن يكون القرار بتشكيل هذه الهيئة أو هذه الجهة أو هذا العدد مقرونا بالإلزام بتقديم في كل مجلس ما دار من دعاوى وما دار فيه. أيضا هناك مشكلة في قلة أعضاء الإدارة القانونية. كان الحقيقة في زحام في أعضاء الإدارة القانونية، وكان معظمهم ليسوا ممن يمارسون المهنة حقيقة، وكان في هناك من كأسلوب من أساليب المجلس في التنقية، وإنه من لا يمارس المحاماة لا يبقى في الإدارة القانونية، فأطيح بعدد كبير، حتى أنه بعض منهم يعني ممكن يكون أداء القانوني ليس فيه تقصير أو قصور، لكن في النهاية المحصلة النهائية أصبحت قلة عدد الإدارة أعضاء الإدارة القانونية وقلة عدد الإداريين اللي بيساعدوا فيها حقيقة. يعني المسائل الحقيقة بحاجة إلى قرارات عاجلة لمعالجة هذا القصور ولسد هذا النقص، ودي مسألة يعني أهيب الأستاذ النقيب بحكم ما يتدبر فيه هذه الشؤون الحساسة داخل النقابة أن يكون هذا الأمر عاجلا بما يتناسب مع سيل الدعاوى التي تقام وأصبحت وسيلة متعارف عليها عند كثير من المخالفين. عندنا أمر يستحق أن نفخر به أيضا، تعديل التشريع الوشيك الذي نتطلع إليه. كثير من الناس يتناول هذا التعديل بحسبان أنه مسألة يعني ما حدش عايز يصدق أنه الغاية من هذه النصوص حماية نقابة المحامين والارتقاء بالمحاماة فيه. كل الناس متصورة أنه هذا التشريع يقصد به الانتخابات والأغايات الانتخابية، في حين أن النصوص التي تضمن للنقابة سيادتها على جدولها هي أهم ما ينطوي عليه هذا التعديل. إن هذه الضوابط هي التي سوف تقينا من الأحكام التي تصدر هنا وهناك، فلا نتعرض لقاض هنا في مجلس الدولة أو هناك في دائرة أخرى، أو قاضي زي القاضي الجزئي اللي هو يحمل لنا ضغينة على أثر شكاياتنا له من قبل. كل هذه الاحتمالات لا يمكن أن نتوقاها إلا بهذه النصوص الحميدة التي لا نروج لها والتي لا نتحدث عنها والتي لا ينقل الإعلام عنا تمسكنا وتشبثنا بها كضمانات لحماية نقابة المحامين. هذا التعديل التشريعي بما ينطوي عليه لا أقول فقط في شأن أكاديمية المحاماة، ولا أقول فقط في سيادة النقابة على جدولها في قرارات القبول المحصنة التي يشكل أمر الاعتراض عليها مسارا قانونيا واحدا لا يتعارض مع السلطة التقديرية التي بتمنحها هذه النصوص للنقابة في ألا يلبس علينا أمر قبول من لن يمارس المحاماة أو لا يناسب ممارسة المحاماة. في الحكم زوايا أخرى، لكن ربما يكون لذلك الأمر ما يستأهل، ودي إهابة بالمتخصصين من السادة الأعضاء الذين يجيدون الكتابة التوثيقية التي تحمل معنى التاريخ لهذه المرحلة، إن هذا الحكم والتعليق عليه وحتى ما سجل من صور ومن مقاطع مسجلة كلها بتحمل
ما يمكن أن يورث للأجيال القادمة. هكذا كان المحامون في تلك المرحلة، وهذا كان حماسهم في صالح نقابته. بالله عليكم لا تمر هذه المناسبة بصدور الحكم، بل يبدأ من بعد صدور هذا الحكم رأس جسر لتصحيح المفهوم الصحيح للعمل النقابي. وفقنا الله وإياكم.